كما وأضاف حيدر خلال الاستضافة ذاتها أن الذي أضر أولا بمنهج المرجع الأعلى الوطني والمستقيم والواضح هم الأحزاب الشيعية أو شيعة السلطة. أن الذي أضر بالمنهج الوطني المستقيم والواضح والصريح والتجار للمرجع الأعلى هو الأحزاب الشيعية، يعني شيعة السلطة. أول من أضر بهذه المنهجية هم شيعة السلطة للأسف. هؤلاء الذين لم يلتزموا بالخطاب المرجعي، لم يلتزموا بالوطنية التي دعا إليها المرجع الأعلى عشرات المرات. عشرات المرات ذكر في خطابه مفردة الحس الوطني. واحدة من هذه الأشياء مثلا، وكلنا نتذكر عندما كانت عندما كان بعض المقاتلين الذين التحقوا بجبهات الحرب على الإرهاب التزاما بفتوى المرجع الأعلى، بفتوى الجهاد الدفاعي، كانوا يرفعون رايات مثلا رايات حسينية أو رايات شيعية، يعني شيعية الهوية، أكد المرجع الأعلى في خطاب مهم من خطب يوم الجمعة، قال أن في ساحات القتال لا ترفع إلا راية العلم العراقي فقط.